وهذا سائل أحسن الله عليك يقول: السؤال، أيهما أفضل، سنة الفجر أم سنة الليل؟ سنة الفجر آكد، هي آكد رواتب الرواتب التي مع الصلوات، وصلاة الليل فيها فضل عظيم، ولكن بينهما فرق، هذه من الرواتب وهذه من التهجد. فسنة الفجر آكد، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتركها لا حضرا ولا سفرا.